لكن لما نقول لكم انه في تحديات تانية بتحصل في تزامنا مع اللي بيحصل في الحرب على الارهاب اكيد مش بنبالغ، لانه خلونا اقول لكم مقابله بعيده شويه لكنها قريبه من فكره تعالوا نشوف التحديات اللي احنا فيها. اللي فاكر وقت امتحانات الثانويه العامه وامتحانات التعليم الفني السنه دي كان في جدل كبير جدا على اقامه الامتحانات اصلا، وكان في مطالبات كبيره لا الغوا الامتحانات، لا في كورونا، لا مش هنقدر، لا هيبقى في عدوى رهيبه. احنا النهارده بكل سلاسه وهدوء بنحتفي بنتائج الامتحانات، بنتائج التنسيق، الدنيا ماشيه. ما اعرفش كل الناس متابعه ولا لا، لكن بصوا بصه كده على التعليم الدولي هتلاقوا انه حصل بشكل كبير جدا في التعليم الدولي. مش بنقول ان التعليم المصري اعلى بمراحل من التعليم الدولي، لكن لا حقيقي كان في تحدي في امتحانات كل الشهادات الدولية السنة دي، لدرجة إلغاء الامتحانات، لدرجة حتى الامتحانات التي أقيمت بعضها عانى من التسريب وتم إلغائها بعد ما أقيمت، وتفاصيل كتير. عودة بقى للوضع والتحدي اللي عند وزارة التربية والتعليم، لا الحقيقة في نجاحات عظيمة. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امبارح بيعتمد نتيجة الدبلومات الفنية لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019-2020. 755,276 طالب وطالبة، حضر منهم 752,237 طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 2986 لجنة. تخيلوا بس حجم التحدي اللي حصل في الدبلومات الفنية. تعالوا نشوف كلمة أو جزء من كلمة دكتور طارق شوقي أثناء إعلان النتيجة. طبعا ظروف عقد الامتحانات السنة دي كانت أصعب من غيرها بسبب انتشار جائحة كورونا. حضراتكم عارفين طبعا الامتحانات التحريري للدبلومات الفنية تأجلت أكتر من مرة نتيجة الجائحة، من 16 مايو ل7 يونيو وبعدين 25 يوليو 2020. والامتحانات التحريرية تم عقدها لمدة 10 أيام متقطعة خلال الفترة من 25 يوليو ل13 أغسطس. كانت أول مرة الحقيقة الامتحانات العملية تتعمل بالتزامن مع الثانوية العامة لمدة 16 يوم في الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة. كل ده علشان نحاول ننسق إجراء الثانوية العامة اللي كان فيها حوالي 660 ألف طالب مع التعليم الفني. يمكن مش كل الناس عارفة أن التعليم الفني كان فيه 770 ألف طالب أكتر من اللي كانوا في الثانوية العامة. اتخذ معهم حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية اللي بتحافظ على صحة الطلاب والمعلمين، وأشرف عليها ما يقرب من 220 ألف معلم. فدي منظومة فيها حوالي مليون تقريبا بين الطلبة والمعلمين. الامتحانات تم عقدها في حوالي 3000 لجنة، ويعني الحمد لله الامتحانات مرت بسلام الحقيقة. وعدد حالات الارتفاع في درجة الحرارة بين الطلاب بين 1 و3 من هذا العدد الهائل اللي عدى معنا من 25 يوليو لحد آخر أغسطس تقريبا. الطلبة كمان استمروا في التعلم منذ توقف الدراسة. بس بحب أفكر حضراتكم إن حصل حاجات كتير جدا قام بيها قطاع التعليم الفني. خصصنا ساعات إرسال على قناة مصر التعليمية لمراجعة المناهج، أنشأنا قناة على يوتيوب لشرح المقررات والمراجعات، عملنا منتديات قطاع التعليم الفني لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، فعلنا قنوات التعليم الفني في المديريات على الأرض وصفحات التواصل الخاصة بمدارس الفنية، غير تدريب المدرسين والتواصل بين الطلاب ومعلميهم عن طريق الفصول الافتراضية بتاعت إدمون. فالتعليم الفني شاف تغير كبير جدا في الفترة اللي فاتت، وبناء على قرار استبدال طريقة التقويم بالأبحاث بدل الاختبارات التقليدية تم إعداد 1700 بحث لسنوات النقل. ده اللي هم هيحلوه، يعني 1700 بحث مختلف نظرا لتعدد التخصصات. لأول مرة برضو في تاريخ التعليم الفني تم توفير مراجعات مناهجه لطلاب الدبلومات الفنية في جريدتي الأخبار والأهرام المسائي، ونشكرهم على ده على مدار أيام الأسبوع. السمات الرئيسية لنتيجة السنة دي للدبلومات الفنية رغم كل الظروف دي، بس عشان ما نتلخبطش، هو نتيجة شهادة الدبلومات الفنية معقدة لأن في مسميات كتيرة للشهادات. احنا عندنا حوالي 16 شهادة
للتعليم الفني، ده نتيجة تعدد التخصصات، في صناعي وزراعي وتجاري وفندقي، ففي 4 تخصصات، وفي نظامين للدراسة اللي هم 3 سنين و5 سنين، وفي أكتر من أسلوب للدراسة، في دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم المزدوج ودراسة بنظام الإعداد المهني. عشان التركيبة دي والتخصصات دي هتلاقوا إن عدد الامتحانات كبير جدا جدا وعدد الشهادات كتير. فمثلا نتيجة نظام ال5 سنوات ده كان فيه 16,291 طالب بيدي 4 شهادات غير بعض في 4 تخصصات، متوسط النتيجة 84%، أقل بنسبة 4% عن السنة اللي فاتت. نظام ال3 سنوات في 652,681 طالب، متوسط النتيجة 61%، طبعا ده بيبقى أقل من التعليم العام، نزلت عن السنة اللي فاتت 1.3%. نظام ال3 سنوات التعليم والتدريب المزدوج في 15,500 طالب، متوسط النتيجة حوالي 80%، نزلت عن السنة اللي فاتت 3.8%. نظام ال3 سنوات إعداد مهني، عدد الطلبة 70,797، متوسط النتيجة هنا حوالي 40% في ال3 سنوات مهني، نسبة أقل عن العام الماضي 3%. طلاب الدمج في التعليم حوالي 1,519، نسبة النجاح 84%، يعني الحقيقة طلاب الدمج نسبة النجاح فيهم هي أعلى نسبة لا يضارعها يعني سوى نظام ال5 سنوات اللي هو كان 84%. إجمالي الحاضرين 752,237 طالب. إجمالي الناجحين في المجموع بقى عبر الشهادات دي كلها حوالي 60%. إجمالي من سيؤدي امتحان الدور الثاني 238,113 بنسبة 31%. إجمالي الباقين للإعادة 62,243 اللي هم 8%. الأوائل بتوع شهادات دبلومات فنية ونحب نهنيهم طبعا، عددهم 29، الأغلبية اللي هي 21 من البنات و8 من البنين، ودي ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة. يعني الحقيقة احنا فخورين بالبنات اللي اختاروا هذا الطريق واللي برعوا فيه كمان، بدليل ان هم الأوائل في كل سنة بقالنا كم سنة يعني.